خلونا نستقبل هذا الاتصال من أستاذ عبد الفتاح العاصي، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام دينا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك واموري يا فندم. هل بالفعل وصلتكم شكاوى رسمية حول منع المحجبات، بعض المحجبات، من ارتداء المايو الشرعي؟ طبعا حضرتك، احنا خلال على مدار السنة اللي فاتت شكاوى كتير جدا وصلت لنا من منع بعض الفنادق، مش كل الفنادق، لبعض الناس بخصوص مش المايو الشرعي، عشان برضو ده مش حاجة اسمها مايو شرعي، في المايو اللي هو الكامل اللي بيتلبس السيدات بيلبسوه. في بعض الاماكن كتير بعض الاماكن بيمنعوا الناس، وحصلت المشاكل دي. دخلنا في نقاش مع غرفة الفنادق المسؤولة عن مجموعة الفنادق اللي هي بتمثل المستثمرين بتوع الفنادق، وقعدنا نبحث الموضوع، وكان لهم الناس بتوع الفنادق لها اسباب، يعني لها مبررات، واحنا برضو بنشوف كجهاز اداري في الدوله نقدر يعني نحل المشكله دي ببساطه. ايه هي اسبابهم في الاعتراض؟ فطبعا في ناس موجوده، طبعا هم الفنادق بيمنعوا فعلا الناس اللي هي بتنزل احيانا باللبس بتاعها، يعني في حد بيبقى لابس بنطلون وبلوزه مثلا ينزل حمام السباحه. اللي انا بس عايز اقوله هي نقطه مهمه جدا، ان حمام السباحه غير البحر، حمام السباحه الميه دي بتمشي في دايره يا استاذه دينا، الدايره دي ميه بتخش فلاتر وفيها كيميكالز معينه عشان يطهر الحمام. فلا بد ان يكون هناك اسلوب للناس اللي بتستعمل الحمام، او سياسه داخليه للفندق بتنظمها عشان ما نسببش مشكله في الحمام، حمام السباحه. لان الميه لو اتوسخت او حصل فيها مشكله ممكن تضر كل الناس. فالملابس الخارجيه العاديه، الملابس دي ممكن تكون فيها مشكله، زائد نوعيه الملابس القطنيه عموما او ملابس من نوع اخر غير ماده المايوهات اللي هي متعارف عليها لللبس في حمام السباحه او في البحر بتختلف، لانها لو تفاعلت مع المواد الكيميائيه اللي موجوده في الحمام السباحه هتعمل مشكله في الدايره اللي بتشتغل اللي بتطهر الحمام. طيب بس احنا هنا ما اعتقدش ان الازمه بسبب يعني نزول حمام السباحه بالملابس، هو نتكلم على المايو الشرعي او المايو الكامل، لكن الملابس يعني خلاص اعتقد موضوع يعني. لا، ما هو ده اللبس اللي كنت عايز اوضحه لحضرتك، الناس بتعتبر الملابس بتقول عليه مايو، لكن احنا بنقول لا، لو المايو على خامة المايو ولا على فكره. طب بس اكمل فكرتي يا جماعه، الاعتراض على خامة المايو، يعني مايو شرعي بيتصنع من خامة بتتفاعل بشكل مضر مع مياه حمام السباحة، ولا احنا بنتكلم على مفهوم فكرة انه غير مقبول هذا الشكل؟ لا لا لا، هم مش بيتكلم على الشكل، هو بيتكلم على ان في الفنادق اللي هي بتمنع الناس دول على اساس ده ملابس عادية مش مايو. احنا بنقول المايو الكامل ده لو من الخامات العادية اللي هي الخاصة بالمايوهات اللي هي ملابس حمام السباحة والبحر مفيش مشكله، مش من حقه ان هو يمنع حد ينزل الحمام طالما هو ملتزم بالسياسه بتاعت الفندق. الحاجه الثانيه ان لو في فندق عنده سياسه داخليه زي ما حضرتك بتقولي ان مثلا بيمنع الشكل ده مش النوع ده الشكل، من المفروض ان هو بينبه على الجست اللي عنده، انا نزول حمام السباحه اللي عندي بالطريقه الفلانيه، يقبل الجست يسكن عنده، مش هقابله الكلام ده يسيب الفندق ويشوف فندق تاني هيلاقيه بيسمح بالكلام ده. هو موضوع بسيط جدا.